طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. احنا بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول زيارة الرئيس الإيراني روحاني إلى بغداد، حيث وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية هي الأولى منذ تسلمه منصبه. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن روحاني وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، وبحسب مصادر حكومية فإن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ستتم مناقشتها خلال الزيارة. قبيل مغادرته إيران، روحاني صرح من مطار مهر أباد بأن علاقات طهران مع بغداد لا تقارن بعلاقات الأخيرة مع الاحتلال الأمريكي، واعتبر بأن العلاقات الإيرانية العراقية متميزة، وخاصة بأن زيارته تهدف إلى تطوير هذه العلاقات، وفيما تتعرض إيران لعقوبات أمريكية مشددة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو أيار 2018. نقلت وكالة أرنا الإيرانية عن روحاني قوله بأن إيران بإمكانها أن تؤمن كثيرا من حاجاتها من العراق، وأضاف بأنه يحمل مشاريع مهمة في هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير. أوضح الرئيس الإيراني بأنه سيبحث مع الجانب العراقي تطوير شبكة النقل بين البلدين وإنشاء مدن صناعية وقضايا بيئية وحدودية، وأعرب عن أمله أن يصل حجم التبادل التجاري مع العراق من 12 مليار دولار في الوقت الراهن إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وفق مراقبين بأن إيران تجد في العراق رئة للتنفس بعد اختناقها من جراء العقوبات الدولية. إلى ذلك أكد مصدر حكومي في العراق بأن ملفات عدة ستتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني، وأوضح بأن الجانبين سيبحثان مستقبل العراق والمنطقة، وأشار إلى وجود توافق بين الجانب العراقي وبين إيران على ضرورة إنهاء مظاهر العنف في سوريا مع قرب خلاصها من تنظيم داعش كما صرح وكما قال. بيّن بأن قضايا سياسية وقضايا أمنية وأخرى ستتم مناقشتها أيضا، من بينها التهديدات التي سبق أن أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وحديثه عن استخدام العراق كمنطلق لضرب إيران. لفت إلى أن العراق وإيران سيبحثان مسائل اقتصادية وتجارية تهم الجانبين، فضلا عن موقف بغداد من تبعات العقوبات الأمريكية التي سبق أن فرضتها واشنطن على طهران. طبعا مسؤول في مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تحدث وكشف إلى صحيفة العربي الجديد عن ملفات أخرى سيتم بحثها خلال الزيارة، أبرزها بأن زيارة روحاني ستكون بهدف التوقيع على اتفاقيات وتفاهمات سابقة أنجزت بين اللجان العراقية والإيرانية منذ مدة كما قال، من بينها مذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية وسياسية واتفاقات تتعلق بالحدود
والمياه المشتركة بين البلدين. أضاف بأن الزيارة تهدف إلى تصفير مشاكل تمتد لعقود طويلة كحقول النفط المشتركة وترسيم الحدود بين البلدين ومصادر المياه وملف التبادل التجاري، وأيضا إنشاء مصرف عراقي إيراني مشترك وإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، فضلا عن الاتفاق على افتتاح قنصليات إيرانية جديدة في محافظات عراقية. يأمل الجانبان كما يصرح من الجانب الإيراني والحكومة في بغداد أن تنجح الزيارة في حسم ملفات خلافية على رأسها ملف ترسيم الحدود، حيث قال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في وقت سابق تعليقا على زيارة روحاني المرتقبة إلى بغداد بأننا عازمون خلالها على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني. ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن السفير الإيراني لدى بغداد إرج مسجدي قوله في وقت سابق بأن روحاني سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث، ثم يذهب إلى مدينة النجف لزيارة العتبات المقدسة واللقاء مع المرجع الديني علي السيستاني. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر، شلون نشوف هذه الزيارة، زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد؟ الله يسعدك أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك أستاذ عمر. حتى الأمريكان يعرفون أنه هم على أساس وجدوا حصار على النظام الإيراني. نعم. بس خلوا له منفذ وهو العراق. نعم. لأن الشرذمة اللي موجودين يحكمون العراق هم كلهم تبعية لإيران. نعم. وهاي الزيارة معروفة هي لنهب ثروات العراق، منها طبعا هاي السبعين مليار اللي يطوها للوقف الشيعي، هاي موجودة، هاي راح يجي ياخذها ويروح. نعم. فهاي مؤامرة على العراق. واحنا شوف هسه هذا يطلع لك هادي العامري هذا الشرذمة يقول والله أنا ما أريد وجود أجنبي، أدري هو لو شريف خلي يطلع على قناة، أي قناة من القنوات، يقول أنا منو جابني قاعدني على الكرسي. هو هذا الشرذمة كان يقدر يخلي له قدم بارض العراق. هذول دي يضحكون على الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي مع الأسف ساكت على كل حقوقه. ليش هذا هسه الوفد اللي جاء برئاسه هذا القندرة حشاك يعني مرد اي تجاوز ارجوك ابو ايسر. زين. نعم اطرح رايك. جاي يزور العراق، ما جاي يزور العراق، جاي ينهب اموال العراق. نعم. ولو يعرف اكو شعب كان هسه شعب يطلع بالشوارع مظاهرات يندد بهاي الزياره، بس يعرف اكو شعب ما يريد حقه. نعم. زين، ليش هذا التوقيت بالذات؟ يعني هل وصلت مرحلة العقوبات الأمريكية إلى يعني إلى طريق بالإيرانيين أجبرت الرئيس الإيراني إلى أنه يجي لبغداد حتى مثلا يتفق اتفاقات اقتصادية حتى ينقذ نظامه من الانهيار؟ طبعا أستاذ، لأن هو لقى مكان اقتصادي كبير بالعراق، يعني هم دمروا اقتصاد العراق وجودوا ينهبوه مرة ثانية. نعم. أستاذ أكو شغلة الداخل بيها بالنسبة يعني بس أطلب من دول الخليج وخاصة السعودية والكويت. نعم. زين، هاي المؤامرة مستقبلا راح تصير عليهم من قبل هذول الحشود الإيرانية اللي موجودة بالعراق، هاي لتدمير بلادهم وممتلكاتهم وخيراتهم. فأرجع أنهم من الخليج ينتبهون، ترى المؤامرة جاية عليهم. لأن بدأوا بتدمير العراق وراح يبدون بهم مستقبلا لتصدير ثورة هذا الدجال الخميني. نعم. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا، كان معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. أبو فيصل، شلون نشوف زيارة نعم كيف تنظر إلى زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد في هذا التوقيت؟ والله أستاذ عمر، هي زيارة نهب وسلب العراق، هو كل ما جرى من دماغ من العراق على يد. أول شيء السلام عليك، تحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وتحية لأبو أيسر من تركيا، وأيد وتأييد كان، وكل ما
هي ليست هي زياره لبلد محتلته، هو ليس العراق اصلا، هو لا سياسه له، هو كل بلاء العراق ودمار والاحباء اموال العراق 100 مليار مو 100 مليار تريليون دولار نهبتها، وهو عايش على اقتصاد العراق مع الاسف. بس هذا مو رئيس ايران، هذا رئيس الارجنتين كما يقول رئيس وزراء العراق. يقول على يقول المخدرات تجي من الارجنتين، هذا هو سبب دمار، وهو سبب كل ما صاب العراق من شر من وراء هذه العمامه القذره، وهو النظام الايراني المقبول. وثمان سنوات والعراق وهو ترايم على العراق، ولكنه هزم العراق. العراق الحقيقي مو هذا. بس والله نحن عتبنا على الشعب العراقي، ليش ما يقوم بمظاهرات ويطرد هذه العملاء؟ هذه العملاء الذين مو بس يهددون العراق، وانما يهددون حتى الوطن العربي، وحاقدين وعملاء على الشعب العراقي ان ينهض ويرجع لدوره الحقيقي دمدمه العرب. وتحيي لك وتحيي كل العراقي الشريف. حياك الله. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار دعا الحكومة إلى استغلال زيارة الرئيس حسن روحاني من أجل طرح ملفات مهمة عالقة مع إيران وفقا لسياسة التعامل بالمثل التي أشار إليها الدستور في المادة الثامنة. طالب في بيان فريق الحكومة المكلف بالتفاوض مع الإيرانيين بإعادة مجرى شط العرب الواقع على الحدود بين البلدين إلى وضعه الطبيعي، ومنح العراق حصته الطبيعية من الأنهار الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية، وتوحيد الجهود الأمنية من أجل وقف تهريب المخدرات إلى العراق. من جهته اعتبر المستشار السابق في الحكومة حكومة حيدر العبادي وهو رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري بأن اختناق إيران نتيجة للمقاطعة الدولية دفعتها للتفكير في العراق كرئة سياسية للتسويات بسبب مقبوليته السياسية. أضاف في حديث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلا عن اعتماده كرئة اقتصادية في ظل العقوبات المفروضة عليه، فإيران تحاول أن يكون العراق رئة اقتصادية للتنفيس ولكي تجد فيه طوق نجاة لما تعانيه من العقوبات الأمريكية والغربية عليها. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة أول شيء أنا أريد أحيي الشعب العراقي اللي استقبل الروحاني العميل الإيراني، وهم أنا راح أقول الشعب العراقي عملاء مثلهم، لأنه هسه المفروض يشيلون العلم العراقي يخلون العلم الإيراني، لأن إحنا من 16 سنة إحنا محكومين لإيران وأمريكا وإسرائيل. فالشعب لو كان شعب مثل الأوادم وشعب يحب، لا بس بدون تجاوز أرجوك يا مزهر. لا يطلع مظاهرات. نعم نعم. لا العفو لازم يطلع مظاهرات. ماشي ماشي بس على كيفك على كيفك بس على كيفك على كيفك، يعني ارجو بدون تجاوز. لا لا المفروض كل وطني شريف ما يتقبل اي ايراني قدر يجي للعراق. ما انت تقولي الشعب كله، انت لميتي كل الشعب. لا انا ما الم الشعب. نعم. لا انا اقول لازم الشرفاء يطلعون مظاهرات وما يقبلون. نعم. وينهم نايمين؟ وين نايمين؟ ما شلون يقبلون اي ايراني يجي يسوي صفقات من العراق؟ ما كافي ما دمروا العراق؟ ما كافي ما برضو جايين يسوي صفقات لانهم ميتين من الجوع؟ الحصار قاتلهم والعراقيين ميتين من الجوع، والعملاء اللي يحكمون العراق هم المستفيدين. فهم من جابهم غير ايران؟ جابت هالشكولات اللي تحكمنا من هادي العمري الى الحكيم الى مالك، اللي هم كلهم شرخوا تراقين وكلهم حرامية وكانوا حافين كل شيء معهم. لكن عتبنا على هذا الشعب، هذا الشعب النايم. الى متى راح تبقى نايم يا شعب؟ الى متى تبقى تبكي بالجوعان وعريان واريد واريد وانت ما تطلع تكافح على في سبيل انه تحترم نفسك تحترم قوميتك وانت ما عندنا ماكو انت. نعم. ولا بقى ضمير بهذا البلد. وانا اشكرك. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا اتصال
أبو علي من كربلاء. أبو علي تفضل. أسمعك. أبو علي شلون تشوف الزيارة؟ شو أشوفها؟ نعم. أشوفها خام الوجه. أنا ما أريد نحكي يعني جزاف. حبيبي أستاذ عمر، المسألة تتعلق بالوطن، تتعلق بالوجود أو عدمه. يا إخوان دائما أقول عادل عبد المهدي هو أضعف حكومة، يعني أضعف حكومة على الأحزاب، فما ناهيك عن إيران أخوان. يوم عشرة تسعة ترشح عادل عبد المهدي، وأخبار إيران كلها نشرتها، مو 12 12 بعد 22 يوم طلع عبد المهدي إجا على الشروط، من ضمنها أول ما لزم الحشد الشعبي وساوى والحقوق وهواي حكي. أنا شفت المعارضة الإيرانية الإسلامية والعلمانية يعني يختلفون على كل شيء ويتحدون على وحدة إيران، أما شفت المعارضة العراقية يختلفون في كل شيء ويتحدون ضد العراق. أنا راح أحكي كشيعي، يعني أبدأ أقول عراقي شيعي، يا الحقيقة هذا الواقع. نعم. إحنا ما عندنا ولاء إلى بلدنا، أقصد السياسيين، ترى أنا عندنا ولاء لإيران حقيقة. أنا أكثر من 40 سنة وياهم، ما عندهم ولاء إلى العراق. الرجال لما يقول إحنا ما نريد تدخل أجنبي العامري، والله صادق، لما يعتبر إيران هي أجنبية يعتبرها عراقية، لا هو بل الحق أن تأخذ. وهذاك الثاني يقول أنا أتمنى أن أدفن في إيران، والثالث يقول أنا أتمنى أموت بإيران. مو بس هاي ومو بس هاي، اللي هو الحكومة الإيرانية تقول ما يصير رئيس وزراء إلا يكون جندي القاسم سليماني، والسنة والشيعة بالخصوص يتلقلقون، وحتى السنة قام يزيدون وكأنه يعني يبقى بالسلطة من أجل إيران. نعم. يا جماعة الخير، إحنا ما كانت عندنا آبار نفط مشتركة، الحدود جابوا إجوا تعال على بدر وجفان، على الشيب، على الطيب، على الشلامشة، إجوا 30-40 كيلو. زين إحنا مو عندنا حدود ب75 اللي مجبورة وهم سبب الإكراد. زين وين راحت خط الثالوث ما بين شط العرب؟ الدكتور عامر جبار الله يحفظه، شوف شلون محروق قلب، وهو شيء يعني يقول له تعال وين موجود. احنا المساله يا جماعه الخير، احنا قدرنا استجار ايران عامله بالمثل، وبعدين احنا سياسيين ما يعرفون بالسياسه، لا شهاده لا تجربه ولا اكثر، ما عنده حرقه قلب. عمي ذول الايرانيين سياسيين يعرفون شلون، او يجي فد واحد والله ارفع الفيزا، ويا هسه الفيزا الايراني 34 والعراقي 85. زين احنا مين ما عندنا تكافؤ، هم قريب المليون واحنا 35 مليون، تريد تساويهم يجين الايراني شو اسوي له؟ عاني اكله ببلاش، نومه ببلاش، منطقه ببلاش، قاعده ببلاش، تروح لهناك محتقر انت العراقي، شنو يعني؟ يعني كشيعي وانا والله ما دام اشهد ان علي والله عمي وينكم الأذان شدنا عليه والله أو مستحب هذا؟ سألوا على ماكم؟ نعم. أنتم يلجأتكم هاي التقليد 3917 مير قبل ماكم ما تلعبنا، يعني أنت تصير بطل على ابن بلدك وتصير ترنتي، وهذا الإيراني يحتقرك وأنت تفتخر بخدمته ولك عيب عيب عيب. زين هذا التوقيت أبو علي، هذا التوقيت توقيت الزيارة، هاي الزيارة الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني طبعا، هذا التوقيت انت شلون تقرا خويا؟ يعني يقول لك انت الامريكي جيت وطبيت على غفله، انا لا، انا اجي واستقبال عيني. نعم. وشروط مسبقه واللي اريد اسوي، واحنا باكر الله يعلم جزء امريكا وهي يعني مو جزء صحيح متفق امريكا، هذا معنى المدرب لو اذرع بالعراق وبكت الله على ما ادري بكي يسوون يضربوننا حالنا حال ايران ويحاصروننا ونلجا لايران وشوفوا شلون يعاملوكم، بكي خلي الناس هذول النايمين بكي يقعدون الميتين على ايران اللي يقول خط احمر وغيره، ولكم حسوا لكم احنا عندنا تجربه.
شنو بغل الله عليكم الله عليك. شوف شوف الشيء استاذ عمر، نعم يعني يسوون لقاءات ويا ذول المجرمين المخدرات، ما يقدر يتجرأ يقول هاي من ايران، ما يقدر يقول نعم. يقول من دول الجوار، الله عليكم لو من السعوديه جايبه جرام مو دنيا انقلبت، سدوا الماي عليكم. اشوف ما حد قدر يقول من ايران، ما حد يقدر يتجرأ. شنو الذله هاي؟ شنو الذله تبعت العراق؟ نعم. حتى ابو علي يعني في إيران كل واحد بعض العراقيين الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي قالوا زيارة الرئيس الأرجنتيني للعراق بطريقتها الكومية. حبيبي مهم هو هذا اللي هو الجعفري، الجعفري اللي كان وزير الدجوا الفرات ينباعون من إيران، يعني هو ما أدى حتى ما أدري هي المعاصفة هي سنة وشيعة اللي بهذلتنا. عمي لا تلوم أم أسهار، تحياتي للأخت على مشروع قلبنا، احنا ملينا بلدنا جايين باك. نعم والله انا احب ايران يا شيعي، يعني معقوله ليش ما تحب العراق لانه عراقي؟ ليش ما تتعامل بالنت؟ مو انت تشيل كل شيء على مو شيء تافه، وانت على بلدك ما تقوم والله ميه لو ما ادري شنو. ليش هذا زكي الكعبي يطيب ابنه شهيد على مدبي وانت قاعد؟ والله والله مثل ما قال رسول الله كما تكون تولون او كما تكون يولى عليكم. عيب علينا بعد نقول احنا نريد كرامه ونريد حريه، هو بيتك مطين ومخلي علم يا لثارات الحسين هاي هات من الذله، وين انت واصل الدنيا؟ وين رايح انت يا عراق انت وين؟ انت بطل تروح وتقاتل اخوتك وتنوبان عليهم، لا تؤمن بالمرجعيه وتقول لك يا بس تروح الجهاد الكفائي وتروح هناك تبوق غرامهم لبعضهم ويكتب العالم وانه بيحكي على الموصل احنا حررناكم. هاي عمي انت بقى مكانك احسن لك، ولك الترياق روح دافع عن بلدك، الترياق والحشيش والهراق بشركم يا عراقيين. قام يزرعونهم العراقيين ترى، قام يزرعون بالعراق مواد الترياق، الترياق مثل الحنطه والشعير ترى، مو عبالكم هيجي راح يطب بالعوائلكم، راح يطب طب للمدارس والنوادي والملاهي والجازينات. هذا الخير هذا الخير، قوم خليكم راحتكم وامشوا الاف الكيلومترات، وخلي تصير باكر الحسين عليه السلام زيارته 200 مليون كل فايده، وين حصلنا احنا؟ وين وصلنا؟ نعم يعني أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول تحية لك أخي عمر، يقول زيارة رئيس دولة الشر كما أسماها إيران هي هدف من أهداف يريد منها رؤية ما يحدث في البلد، فالعراق لا يرحب بمن يتسيد. يقول البلد من دولة الشر إيران ولا حتى بعملائها التابعين لحكومات إيران البغيضة، لذلك العراق سيعود عربيا بهيبته التي عرفناها ونعرفها عن شعبه الغيور الشهم الأصيل. يجب طرد رئيس دولة الشر إيران من العراق ومعه حكومات العمالة التابعة لدولته، وإيجاد الثلة الخيرة من الوطنيين لمنظومة الحكم الوطني، وإعادة العراق عربيا بهيبته المعهودة. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخي، هذه زيارة هدفها السرقة، سرقة أموال العراق عن طريق اتفاقيات اقتصادية مع عملائهم في العراق لإنقاذ إيران من وضعها الصعب. رسالة أخرى فيها يقول السلام عليكم، ما يقول أخي أنا أنصح خلي يشوفون العرب في إيران شلون يتم التعامل معهم وشلون يحاسبوهم مواطنين من الدرجة المتدنية، وإذا ظلوا ساكتين راح يصير مصيرهم نفس مصير العرب بإيران. يقول اصحوا كافينهم. رسالة من أبو محمد من تركيا يقول فيها السلام عليكم، يقول أكيد جيت روحاني للعراق لكي يجتمع مع أمريكا سريا، وأكيد لديهم خطط جديدة على المناطق السنية كما يقول. يقول هذا رأيي وتحياتي لكل وطني شريف، حياك الله. رسالة من أبو حسام النعيمي يقول تحية لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين. يقول زيارة سيد الإجرام كما أسماه روحاني للعراق معروفة الأهداف، وهي الاستيلاء على كل ما تبقى من خيرات العراق وإرغام أذيالهم في العراق على منح إيران نصف شط العرب والسماح بدخول أكبر كميات من المخدرات ومعاقبة كل من يعارض سياسة إيران وملال إيران في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أخي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. الصوت واضح مو؟ واضح واضح، نعم تفضل. أستاذ عمر، أنا شفت السجار صديق الشرع الشريف في المناصة باليومين، سألته قلت له شنو صار في هذه السياسة؟ قال عمي هذا الوزير الخارجية ما كان يجي قبل أسبوعين ثلاثة للعراق، أنا أجلكم الله البغل الظريف، أجي أرتب ترتيب لقاء سري ما بين المسؤولين الأمريكان وراح يلتقون إن شاء الله وراح يتصافون، لا عراق ولا يحزن أصلاً بالعراق ما يحتاج يجي، وهذا العراقي هو يروح يركض ركض اللي يقول له تعال تعال يا بوبي كما يا بوبي، ما يحتاج هو يجي من ويتوسل بي ويترجم عنده التعليقات، هم محافظة العراق يعتبر خاصة أقليم أقليم أقول أبطني على عبارة أقليم شيعستان، هو كله تابع إلى إيران، ما تقبل غلط هذا، إحنا هذا منتهين من عنده. زين هذا جاي يرتب زيارة سرية ما بين اللقاء سري ما بينه وبين الأمريكان، العراق مو مشكلة، العراق بسيطة هذا محلولة شغلته، لكن المشكلة هي بالأمريكان، الأمريكان يضغطون على إيران يدمروهم اقتصاديا، وبعد كم شهر شهرين نلاقى أصلا النفط ينقطع فد مرة أساس، وهذا شو يسوي في النفط؟ يقوم يسوي هريشة، شو يسوي نزلة؟ حتى لو يسوي نزلة نزلة من 12 همين ما يفيد، ما حد يشتري ولا واحد يشتري بربع دولار من عندهم. الله يخليك استاذ، هذا خايفين على نفسهم جايين يرتبون لقاءات سري مع امريكا وراح تسمعها بعد كم يوم ذا ورا شهر شهرين يقول لك والله ما اتفقنا، ما هذا ودونالد ترامب ابو ايفانكا انا حيي طبعا ما يخالف، مو مشكله فتح لهذا، هذا يعتبر هو صاحب العصر والزمان الحقيقي، مو جايب لي واحد يتعيط معيط ما ادري وين قاتل منا بيا جزيره بيا مثلث بربع يقول لك والله جاي ننتظرك، كان هو هذا راح يعطي القرار النهائي بيده، فهو يقول لك نعطيهم مجال ما عندهم فرصه يلتقون بهم غير دوله اخرى، راح تنكشف الامور يقول لك انت مسوي عليهم حصار، فبالمنطقه الخضراء شوف كم مسؤول ضابط مخابرات يلتقون بهم يعرفون النتائج من عندهم، كيلو ايش ما يريدون، تجي تنفذ هذه الاوامر اهلا وسهلا، ما تنفذها عيونك وسنونك كلها شلعها طلعها ماكو اسويك هاي العمايم الخايسه اسوي طشاره مالها والي. يقول لك والله مع السيستاني، السيستاني معارض لولاية الفقيه، هاي الكلاوات عليه من هاي، عليه من ولك لك يا معارض، ولكم اكو واحد معارض، هذا لو صرف معارض كان بال 2003 خنقوه هو ومن فراش نايم، هم يخافون من عدو، هم يقتلون البشر غلاطة، الملايين، مرأة حامل 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 بالشهر السابع قتلوها لأنهم المجاهدين خلق يعني أستاذ عمر، هذول يخافون من الله يعرفون إيش الثاني، هاي كل كلاوات مناورات البيانات اللي يضحكون على هذا وذاك، والله معارض ولاية الكفيه، ولكم ولكم خلوها سكتة، ولكم المليارات تتوزع، ولكم ليش ما جيت القوي يكتلوا تدرون ليش؟ لأن أبوه حرامي غدر بالبلد الشيعية الفارسية، باك من عندهم 54 مليار دولار ما قصروا عليهم، فاستدرجوا ابن الوريث الوحيد له هو مجيد الخوي استدرجه وحركه وعليه مقتدى صدر وقتله. ليه؟ انت سمعت ايران سالت؟ سمعت مرجع ايراني فارسي يهودي زعل على هذا مجيد الخوي مهرب من الامام الخوي. نعم انا اشكرك حرام. ابو عمر اشكرك ابو عمر من السليمانيه، كان معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله شلون نشوف الزياره، زياره حسن روحاني الرئيس الايراني الى العراق؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. والله اخي عمر انا يعني زيارته زياره غير مرحب به، لانه السياسه الايرانيه تجاه العراق سياسه اجراميه يعني، وعملائهم يعني دمروا العراق. مثلا اخي عمر امس يعني انتم نقلتم قناتكم موقر امس هذه العامري يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هو ما أريد أفهم هذه العامري عندما يطلب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يقول أنا مستعد أعمل أي شيء من أجل العراق، يعني هذه تصريحاتي ويقول أنا مستعد أعمل شيء من أجل العراق. طيب من جهة هو يعني الآن أنتم دائما تقولون كيف يدافع عن إيران ويطلب بناء تمثال لقاسم سليماني، أخي الكريم يعني تناقضات شديدة،
يعني مثل ما قلنا مالك يذهب إلى واشنطن ويشكرهم على تحويلات بقاء القوات الأمريكية، وروحاني ورفسنجاني وخاتمي يقولون لولا طهران ما سقط بابل وكابل. وعندما قام المدن أنبار وفلوجة والرمادي عندما قاموا بمقاومة الاحتلال ميليشياتهم يطعن المقاومة من الخلف والطائرات الأمريكية تقصف من السماء. والآن هذا العامل يقول نرفض التدخل الأجنبي، نرفض الأمريكان. يعني إيش هذه التناقضات؟ ويربطون نفسهم عقائديا، يعني يدعون دولة إسلامية ومسلمين وحزب الدعوة وإسلام. هل هذا عمل إسلامي؟ يعني نريد ماذا يعني عندما نختبر على أرض واقع، يعني على الساحة العراقية، يعني قتل، تشريد، سرقة المليارات. فإيران جار السوء. نريد حسن روحاني أن يأخذوه إلى أن يتجول حتى أفريقيا، ليس مثل العراق. يعني إذا حتى تذهب إلى أفقر دولة أفريقية في العالم، وعراق يعني على بحر من البترول وخيرات. نريد أن نشوف ماذا فعل روحاني، أتباع روحاني في العراق. يجب أن يرى الذي يدعي الإسلام والإسلام الصحيحي ليس لطميات. أكبر إنجازات جابوا العراق لطميات على مدار السنة وتوزيع القيمة والهريسة. وياتي همام محمد يقول ما في دوله مثلكم. اي يعني الى متى يضحكون على دخول الناس؟ بس الى العتب على الشعب العراقي، الى متى ساكنين على هؤلاء؟ الى متى؟ يعني مثلا امير الحريه يعني على فقط انتقد ايران وقتلوه، وليس السني والشيعي وقتلوه. فنريد ماذا فعلوا في بصره؟ حتى الاسماك قتلوه، السمك في النهر قتلوه. فيعني اي انجاز عملوا حسن روحاني واتباع روحاني؟ لطميات على مدار السنه وبناء القبور. وإمام حسين يعني عندما ترى سيرته وصحابة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي إلى يمن، يا علي قال ما تأتي قبرا مشرفا إلا وسويته. لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل كلهم برسالة واحدة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم وحتى أبو قال نعم أبو عبد الله، يعني أنت تشوف الزيارة هو يعني الهدف منها إنقاذ إيران من العقوبات. بكل تأكيد أخي عمر، بكل تأكيد. هو إيران الآن يعني، بس أنا أريد يعني هم يعني العناد والتكبر منهم أن يرجعوا إلى رشدهم. يعني يجب أن يعني الإنسان عندما يخطئ أن يعترف بخطئه. ما يفعلوه هذا ليس إسلام. يعني فقط يريدون ينقذون، يعني هم يريدون تصدير الثورة إلى العالم. يعني هذا ليس من الإسلام ما يفعلوه هذا. يعني يريدون أن يأخذوا، يعني إن شاء الله أنا أتمنى من الأمريكان أن يضربوهم يا أخي. أتمنى أن يجعل أن يكون بأسهم بينهم شديد. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رسالة من سامي من هولندا يقول السلام عليكم. يقول أنا أناشد كل عراقي الشريف مقاطعة البضائع الإيرانية، لأنها هذه الأموال تذهب إلى قتل إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق. يقول شراء البضائع الإيرانية حرام شرعا. سامي من هولندا كما يقول. أبو حمزة من المحمودية، تفضل أبو حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ يا هلا بك، حياك الله. يا هلا بك. والله يا أخي إحنا نحكي على موضوع هذا الروحاني. نعم. هذا هم بلاد فارس، شو ترجى من عندهم؟ هم جماعة كسرة، شو ترجى من عندهم؟ نعم. ما جايين بخير على العراق. شو يريدون برأيك؟ أنا أقول لك. يريدون خراب العراق، شو يريدون من عنده؟ نعم يريدون دماره. يعني أكثر من هذا الدمار
اي والله يريدون هم دمار طائفي، هاي شغلتهم، جايين يبوقون بالعراضي ويرجعون لي ورا. نعم. انا اشكرك استاذ عمر. اني اشكرك ابو حمزه من المحموديه كان معنا. معنا اتصال اسماء من الدياره، تفضل يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخت اسماء. شوفين هاي الزياره. نعم تحيه لك ولكل شعب رشيد. اهلا وسهلا. والله استاذ عمر، اولا طبعا احنا من الامريكان احتلوا العراق استاذ عمر، احنا كنا صغار بس والدي كان عايش بالحياه الله يرحمه، كان حكينا يعني عن الحرب الايرانيه العراقيه وقت شلون كان، فنصحنا نصائح، قال والدي قال الايرانيين عمرهم ما عندهم وفاء للعراقيين، فاحنا كنا استاذ عمر كنا نستنكر هذه الزياره، يعني احنا ما ننتظر الخير من الايرانيين، احنا بدياله استاذ عمر اني ويا والدتي منطقه العظيم، طبعا هنا بالسيطرات استاذ عمر الايرانيين جاي يحكمونا، الايرانيين جاي بالسيطرات يسالون علينا احنا وين نروح وين نجي، فالعراق استاذ عمر احنا ما نستغرب انه الرئيس الايراني يزور العراق، هو العراق محتل من قبل ايران، يعني وين تروح بكل مكان ايرانيين موجودين، خاصه بدياله استاذ عمر، فالايرانيين مثل ما قال والدي الله يحفظه ما عندهم وفاء ابدا للعراقيين، واحنا عمرنا ما يعني ما استاذ عمر ما نوقف وياهم ولا ندافع عن الايرانيين، الله ينتقم منهم ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي هذا العراق يصير بأمن وأمان ونخلص من هالإيرانيين ونرجع أستاذ عمر ناجحين، نرجع لبيوتنا، نرجع لديار الحبيبة إن شاء الله بأمان وما تبقى الإيراني بالعراق. أنا أشكرك. شكرا أسماء من الدياله كانت معنا. معنا اتصال أبو مصطفى من السويد، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي وتحية القناة شباب في دياله. حياك الله يا أهلا بك. أي الله يبارك فيك. والله أخ عمر بالنسبة الروحاني يعني من زار العراق يعني مو غريبة. نعم. صدقني هذا أمر يعني مو بكيفه، هذا شغلة أمريكية، يعني أنت تعرف اليوم أكثر من خدم الأمريكان والكيان الصهيوني هم الإيرانيين، أحسن مشروع نفذوه لهم هم الإيرانيين، هسه يعني يستغربون يقول لك شلون اجى للعراق وشلون طب للعراق، قمة كان الأمريكان موجودين 2011 2012 موجودين، اجى نجاتي للعراق قالوا تحدي طب للعراق، هم ما يعرفون انه اتفاق يعني الامريكان متفقين ويا الايرانيين، ايران اصلا جوكر بالمنطقه، يعني احنا نكذب على حالنا والله ايران ضد امريكا زين القدس والقدس، شفت لك اليوم ايراني مات فلسطين؟ هاي صار من 48 لليوم، شفت لك واحد فلسطيني ايراني قالوا استشهد بفلسطين؟ ماكو، فايران كذبه، فهذول السياسيين يصورون انه الموجودين بالعراق هم وين سياسيين؟ كلهم عربنشية حتى السنه، ومن بيهم يفتهم؟ من ابراهيم الجعفري؟ ذاك اللي زعرج، من يفتهم؟ ما بيهم واحد يفتهم، فهذول ما يفتهمون يصورون انه الايرانيين راح يخدموهم ضد الامريكان، اصلا امريكا ايران جوكر عندهم ما يقدر يشتغلون عنهم بالمنطقه يا اخ عمر، فاحنا لن نكذب على حالنا ونتوقع انه الايرانيين ضد 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 امريكا. الان امريكا تريد يعني تبين للعالم انه ترى احنا ضد ايران، هي كذب مو ضد ايران. ايران خمس دول عربيه فلشت اخذت خمس دول عربيه اخ عمر. انتم يا العرب يا السعوديه الفلوس اللي عندكم، انتم يا الخليج، شلون نفوذكم قويه ويا الامريكان؟ شو خليتوا هذول الايراني يسيطرون على بلد على بلدان عربيه؟ انتم يا مصر، انت يا مصر تقول بلد قومي. انت يا السيسي من الله لا يبقى الدنيا واخره. عندك جيش قوي، كنا نعول عليك ورا السقوط، قلنا هذا مصر حسني بلكي يفيد العراقيين، مفاد العراقيين. زين؟ نعم. والله اخي عمر ما اطيع عليك بعد الكلام هوايه، خلي غيري. انا اشكرك ابو مصطفى من السويد كان معنا. طبعا النائب عن تحالف الفتح اكد بان زياره الرئيس الايراني حسن روحاني مهمة ومرحب بها. قصي عباس طبعا هو النائب عن تحالف الفتح قال بأن زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق هي الأولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهي كرد لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي،
وبين بأن الزيارة هي من دولة جارة لها مواقف مشرفة كما قال في الحرب على الإرهاب، وهي زيارة مرحب بها ونعتقد بأنها ستكون ذات منفعة كبيرة للعراق في عدة نواحي. أضاف أن هناك العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف الاقتصاد والتجارة والمياه والسياحة الدينية وملف الأمن والحرب على الإرهاب، وجميع هذه الملفات مهمة للعراق، خاصة بأن إيران دولة ذات تأثير واضح في المنطقة والشرق الأوسط كلاعب أساسي، وهي قوة لا يستهان بها، والعراق بحاجة إلى تنسيق مع هذه الدولة. طبعا روحاني توجه بعد وصوله إلى العاصمة بغداد، استقبل وزير الخارجية في حكومة عادل عبد المهدي محمد الحكيم، استقبل روحاني في مطار بغداد. بعد ذلك توجه الرئيس روحاني مباشرة إلى الكاظمية لأداء الزيارة قبل استقباله الرسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام، وهذه هم أول مخالفة في البروتوكول. المفروض أنه أي رئيس دولة يجي يتم استقباله رسميا، وبعد ذلك إذا عنده خطط يريد يزور يريد يشوف فبعد ذلك، بس الظاهر الجماعة البلد بلدهم مسيطرين عليه، فقبل قال له خلني أطلع من بغداد أروح أزور الكاظم وبعدين أعود أروح للرئيس، مو هو الرئيس يستقبله، هو يروح للرئيس. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم. أهلا وسهلا بك. أستاذ، الزيارة اللي روحاني إلى العراق هو يعني شنو؟ إظهار قوة الطرفين الأمريكي والإيراني. الأمريكي دخل خفية والإيراني أعلن أنه دخل يعني عادي يعني على الملأ، واستقبال وتحضير أكثر من أسبوع، والأجهزة الأمنية وفرشوا للأرض يعني كله. بعدين أستاذ أقول لك شيء واحد، الدولة من تكون وطنية وتكون إلها عروبة وتكون إلها سيادة وتكون إلها غير على وطنها، ترى أكثر شيء هسه إحنا بالنسبة لنا هذا كان موجود عندنا في العراق، خاصة ثورة العشرين والحرب القادسية الأولى والحرب القادسية الثانية، لأن أكثر الشيعة كانوا هم محاربين ضد إيران. الآن أصبح العراق تحت سيطرة رجال ضعاف. الحكومة العراقية هي حكومة إيرانية تدي يعني بتباطؤها الكبير إلى إيران. زين، فأنا أعتقد أنه الدولة من تكون قوية ترى تكون قوية برئيسها بوطنيته، وإذا حب لوطنه ولسيادته وإلى شعبه، الشعب راح يقتدي فيه. إحنا لا عندنا رئيس نقتدي فيه ولا عندنا حكومة نقتدي فيها، أصبح العراق هو مسرح للسياسة الأمريكية والإيرانية. الإيراني يجوب في طرقات العراق، الإسرائيلي يدخل إلى العراق بكل سهولة عن طريق الحكومات في منطقة كردستان، والله دي الشوارع ينسون. الأمريكي عادي إنه يستمر وضعه. زين، إحنا الغيرة العراقية وين صارت؟ هسه دلالة على إنه أمر إيران من دخل رئيسها إلى العراق دلالة على إنه صار مع الاعتذار للشيعة الطيبين. أنا صورت إنه اليوم كل الاتصالات هم من أهل الجنوب إلى قناتكم يرفضون يعني زيارة روحاني، لكن نشوف إحنا ماكو هذا الروح الوطنية ولا الروح الغيرة العراقية. ليش الحكومة العراقية تقوم بعملية حل مشكلة إيران وتخفيف الضغط على إيران واستخدام العراق كوسيلة من أجل تخفيف الضغط ورفع معاناة الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية وخاصة في التحويلات المالية؟ ليش ما فكرت الحكومة أنه تقوم بعملية حل مشاكل العراق، حل مشاكل العراقيين، خاصة الفقر، خاصة الأرامل، خاصة الأيتام، خاصة الرجال، خاصة البطالة، يعني كل هذا يعني كل ما شفنا فيه يعني ملموس لا من الحكومة ولا من الشعب العراقي. الشعب العراقي الساكن شديد ينتظر يعني الأزمات اللي تعاني منها إيران دي
يحلوها الحكومة العراقية. أم عبد الله من بغداد كانت معنا في الدقيقة الأخيرة. نقرأ رسالة واتساب يقول: لا هلا ولا مرحبا بروحاني. يقول: ما هو فضل إيران على العراق فقط في المخدرات وقطع المياه وتشكيل العصابات وسرقة الأموال والنفط؟ رسالة أخرى يقول فيها: أكبر نفاق هو زيارة روحاني الأماكن المقدسة في العراق، هذه رسالة اتفاق للشيعة في العالم، تحياتي حسام. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة بغداد هذا اليوم، يبحث فيها ملفات عدة سياسية واقتصادية وحدودية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.